بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم أو أسعد الله صباحكم. خلاص احنا في يوم جديد بالنسبة لنصف المنطقة العربية الشرقي، النصف الغربي والذي تتواجد من خلالها الجمهورية الإسلامية الموريتانية. هناك أسعد الله مساءكم بكل الحب والخير. نلتقي هنا معكم لنقل آخر مباريات الدور الأول لبطولة كوتيف الدولية لكرة القدم في نسختها 32. موريتانيا بلاد الشناقيط، أو بلاد الشنقيط كما تحب أن تسمى، بلاد المليون شعر، صحراء الملثمين، وبلاد المتونة، تخوض آخر مبارياتها من خلال الدور الأول، ولديها أمل واحد مع عدة خيارات مميزة من أجل أن تصل إلى دور الثمانية في هذه البطولة التي تشارك من خلالها للمرة الثانية على التوالي، وهي تواجه قفافيش المستايا فريق نادي فالنسيا. موريتانيا ليس فقط هي من تحمل آمالها للدور الثاني، لكنها أيضا تحمل آمال المنتخبات العربية مجتمعة، أو آمال منتخب عربي آخر هو المنتخب السعودي الذي يشارك ويتواجد ضمن ذات المجموعة. المباراة فيها العديد من الحسابات للمنتخب ذو الطريق الأخضر الذي يريد أن يكون الليلة دربة خضر من أجل الوصول إلى الدور الثاني رفقة المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية التي سبقت الجميع لأن تتواجد كأفضل ثالث أو أحد أفضل ثالث من خلال هذه البطولة. عدة حسابات، عدة أرقام، عدة أحداث، لكن الأهم منها حالة الحماسة التي يعيشها الموريتانيون بعد الانتصار بالأمس بهدفي الثنائي الشاب مولاي الحسن ومحمد عبد الرحمن في شباك المنتخب التريكلور المكسيكي بعد سهرة الأمس. كأن لسان حالهم لسان حال الشاعر البرتغالي الكبير محمد قلي والإبراهيم، الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا من الرضا أبدا. وبالتالي الموريتانيون يسعون من خلال هذه الليلة بأن تكون بدايتهم إيجابية في المباراة الثالثة على التوالي والتواجد ضمن الدور الثاني لهذه البطولة. سيد أحمد ولد القاسم، وبعد أن نال النصيب الأكثر من السخط بعد التعادل الأول أمام المنتخب السعودي، التعادل الذي لم يكن مرضيا لأن المنتخب الموريتاني لم يقدم الأداء المطلوب منتخب المرابطين، لكن الرضا بالتأكيد كان بالأمس بعد نجاح المنتخب الموريتاني في قلب الطاولة على المنتخب المكسيكي. فالنسيا خسر بهدف عبد الرحمن هاشم لاعب المنتخب السعودي، وبالتالي المنتخب السعودي يضع نفسه في موقف جيد جدا على اعتبار الحسابات العديدة لمباراة اليوم. 0-0 و1-0 لفالنسيا ستكفل وصول موريتانيا في المكسيك والسعودية إلى دور الثمانية. 2-0 لنادي فالنسيا يخرج المنتخب الموريتاني وتأهل فالنسيا مع المكسيك مع المنتخب السعودي. 2-1 تتأهل موريتانيا وفالنسيا والمكسيك ويخرج المنتخب السعودي من هذه البطولة. بالتالي هذه الحسابات، هذه الأرقام الحاضرة في لقاء اليوم لدى المنتخب الموريتاني عديد الخيارات، التعادل والفوز وحتى الخسارة بهدف مقابل لا شيء، لكن بالتأكيد الشارع الموريتاني لن يرضى بغير الانتصار أمام فالنسيا بطل من الأبطال الكبار في هذه البطولة الذي يتقدم.
عارضة أبو بكر صلاح الدين الذي يتألق في الأيام الماضية مع منتخب المرابطين تتصدى. أهم درس ممكن يكون حضر قبل أحداث هذه المباراة للجهاز الفني والإداري للمنتخب الموريتاني بحضور السيد لويس فريتس المدير الفني للاتحاد العام لكرة القدم الموريتاني والذي تحدث مع لاعبي قبل هذه المباراة. بالتأكيد كان الخروج من نشوة المباراة الأولى أمام أو المباراة الماضية أمام المنتخب المكسيكي عاد فالنسيا الشاب الصغير يلعب مباراة الليلة وهو بطل النسخة الأولى والثانية 84-85 وبعد ذلك مع بعضها سبع نسخ توج من خلالها فريق المستايا يعني يحمل الطموحات الكبيرة. لكن الشارع الإسباني رغم امتلاء ملعب أليس أركس في الكودية في كوتيف يمم وجهه حاليا نحو نهائي أو ذهاب السوبر الإسباني في السام ميس يجمع أتلتيكو بلباو وبرشلونة ويتقدم من خلاله أتلتيكو بلباو بثلاثية مقابل شيء مطلع الدقيقة 63. النتيجة الكبيرة حاضرة في الكرة الإسبانية والفرحة الكبيرة بالتأكيد تنتظرها الجماهير الموريتانية الليلة من منتخبها الشاب في هذه المواجهة. تشكيلة الفريقين لمباراة الليلة: المنتخب الموريتاني محمد صلاح الدين بوبكر في حراسة المرمى بالرقم واحد، بكار انداي على الجهة اليسرى الرقم 15 وإلى الجهة اليمنى السيري أدياو بالرقم 18 ما بينهما المصطفى دياو وعلي عبيد الكابيتانو بالرقم 3. أمامهم يالي محمد دالة وبيدي شماد الذي تواجد لأول مرة الليلة. أمامهم مباشرة ثلاثي وسط هجوم مكون من على الجهة اليسرى الكوري محمد فال ولدينا محمد عبد الرحمن الذي تألق في المباراة الماضية اللي يستلم الكرة الرقم 10 لاعب تككجا الموجود في مواجهة الليلة وللجهة اليمنى فودي أتراوري والمقدمة لمراد محمد عبد الله. هذه هي تشكيلة منتخب المرابطين لمباراة الليلة. بالتأكيد نتمنى لهم بإذن الله تعالى تحقيق هذا الانتصار والصعود أولا من هذه المجموعة وأن يتواجد منتخب عربي لأول مرة في تاريخ الكودية في المباراة النهائية. لما لا؟ لما لا؟ نعم لم يفعلها قبل سوى المنتخب الجزائري عام 88 كان وصيفا للبطولة على حساب منتخب الاتحاد السوفيتي، فعلها المنتخب الجزائري سابقا ولم يفعل أحد بعده. بالتأكيد نتمنى واحد من ثلاث منتخبات العربية بعد أن خرج منتخبنا العنابي اليوم أتلتيكو مدريد تغلب على غينيا الاستوائية 2-0 وبالتالي العنابي ضامن الخروج من هذه البطولة بعد أن قدم مستوى إيجابي له من خلال البطولة الحالية. خطأ على الجهة اليمنى يتواجد الرقم 2 المصطفى أدياو في ارتباك في دفاع المنتخب الموريتاني. بالتأكيد لاعبي مدرب الفريق ميغيل أنجيلو أنجيلو سيبذلون الجهد لتحقيق الانتصار بوجود جورجي شازا زابات في حراسة المرمى. لدينا أدريان كريسبو رقم 3 خوان كارلوس أوزارو رقم 4 كريستيان ريفيرو سابتار 21 ماريانو كونياك رقم 5 جوناثان مولينا رقم 7 زيمو ريفي أبوري رقم 12 ألفارو غوميز الكابيتانو بالرقم 10 ميكي فرنانديز بالرقم 8 جوستافو فاسكو نيكولاس بالرقم 19 واسماعيل مارتينز بالرقم 20 في تشكيلة فريق المستايا فالنسيا. الخفافيش كرة القدم الإسبانية فازوا بلقب 84 ولقب 85 واللقبين مصادفة كان على حساب ريال مدريد فبرشلونة ثم الوصافة في مناسبتين من خلال النسخ الماضية لفالنسيا بعد ذلك في 92 برشلونة ثأر من فالنسيا وفاز باللقب هذه البطولة بعد ذلك وصافتين متتاليتين 95-96 لا في فريق فاز بالبطولة عربي. نعم هنا الآن تأتي المعلومة بالتأكيد في فريق عربي فاز باللقب غير الجزائر التي احتلت الوصافة. المغرب 96 فاز على فالنسيا في المباراة النهائية بالتالي هناك بطل عربي والمغرب الآن موجودة في دور الثمانية تسعة لتكرار ذلك وبالتأكيد نحن نتمنى في النسخ الحالية المنقولة أن تتواجد المنتخبات العربية في الأدوار النهائية. فالنسيا آخر لقب لحققه عام 2000 وآخر لقب بعد ذلك في 2011 آخر لقب لفالنسيا 2011 على جوفينتود البرازيلي وقبل ذلك في 2008 على المنتخب البرازيلي. بالتالي فالنسيا صولات وجولات في تاريخ هذه البطولة. ركلة حرة ميكي فرنانديز يلعب الكرة على القائم البعيد بالرأس الكرة تحركات لاعبي فالنسيا خطيرة تحركات فريق ميغيل أنجيل أنجيلو خطيرة في مواجهة الليلة
من أجل أن يسجلوا هدف أول. فالنسيا عرفنا خياراته، لازم يفوز ولازم يفوز أكثر من 1-0 إن ما أراد التواجد في الدور الثاني من هذه البطولة. لازم يفوز، وإذا ما فاز الليلة فهو بالتأكيد أمر يسر، لأن بالتالي تصل موريتانيا والمملكة العربية السعودية إلى دور الثمانية. بداية أحداث هذه المباراة مواجهة كتيبة المدرب سيد أحمد ولد القاسم حاضرة لرفع راية المرابطين في كوتيف الكوديا بانتصار آخر. هجوم لفالنسيا، المرور، الخطورة بزت حاضر فالنسيا، الضغط الموجود، الجول، جول، الله، صلاح الدين أبو بكر، يا سلام عليك، واحد من الحراس المتألقين في هذه البطولة بالإنقاذ، بالإنقاذ والتألق. لكن الكرة الماضية ما لبست مع كريستيان ريفيرو، وبالتالي في نهاية المطاف كرة ريفيرو وصلت في أحضان الحارس الموريتاني، حارس نادي تفرغ زينة، تفرغ زينة اللي في تشكيلة مباراة الليلة فيه 3 لاعبين: محمد صلاح الدين أبو بكر، بكارن داي، وأيضا أيالي محمد دالة. بالنسبة للمنتخب الموريتاني لدينا أيضا من جمعية الوئام المصطفى دياو، علي عبيد، سير دياو أيضا موجودين من الوئام، الكوري محمد فال، ولدينا مراد محمد عبد الله من تفرغ زينة، وبالتالي 4 من جمعية الوئام. لدينا البقية من تككجا والأكاديمية وزمزم بالنسبة لبيدي شماد. هذه هي تشكيلة المرابطين اليوم اللي يبحثون عن درب أخضر يصلون من خلاله إلى دور الثمانية. حالة من النشوة للشارع الموريتاني بغض النظر عن الاختلاف الحاصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى الفخر بالتأكيد الفوز على المنتخب المكسيكي، واحد من أبطال العالم في السنوات الأخيرة، آخرها 2009. هنا الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. محاولات فالنسيا هي الأخطر، هي المستمرة للنادي الكبير، النادي العريق في كرة القدم الإسبانية، فالنسيا كلوب دي فوتبول. بالنسبة لأصحاب ورواد ملعب المستايا في مدينة فالنسيا التابع لها الكوليا، بالتالي نجد فالنسيا، نجد قطبه الآخر ليفانتي حاضر في البطولة، الذي تفوق الليلة على جمعية شباب السنغال برباعية مقابل شيء، وبالتالي أيضا هو ضمن التواجد في دور الثمانية، واحد من المرشحين الكبار، رغم أن تشيلي هي من تظهر الأفضلية بين جميع المنتخبات في هذه البطولة بحصولها على العلامة الكاملة. على الكرة الخلف لحارس المرمى، نقل اتجاه الكرة في الاستلام بشكل جميل لكريستيان ريفيرو، علي عبيد هو الحاضر في الضغط والبريسنج على حامل الكرة بالنسبة للمنتخب الموريتاني، رمي التماس، لعبة الكرة الوصول على حدود منطقة الجزاء تبعد، 4-0، صارت 4-0، صارت 4-0 في إسبانيا، أتلتيكو بالباو في سان ماميس يتغلب على بطل تشامبيونز ليج صاحب الرباعية برشلونة برباعية مقابل شيء حتى الدقيقة 68. هذه أخبار بالتأكيد اللي يتابعون كرة القدم العالمية ما يفوتون سهرتين في هذه الليلة، مانشستر يونايتد وأستون فيلا بالتأكيد وانتهت، والآن برشلونة وأتلتيكو بالباو. برشلونة فيه ميسي، فيه لويس سواريز، أبطال الرباعية بعد الفوز الأسبوع المنصرم وبصعوبة، أو في الأسبوع الحالي على نادي أشبيل الإسباني في جورجيا، بالتالي مشجعين الفريق الكتالوني ليلة حزينة، لكن بالتأكيد أنظارنا نحن في جهة أخرى لكوتيف الكوديا، حيث تتجه أنظار الموريتانيين إلى ما يسمونه فريق الأمل وفريق المستقبل لكرة القدم الموريتانية. كرة على عبيد في المرور، الوانتو حاضر على عبيد، يلعب الدور الهجومي في الدقائق الماضية بالمساندة الهجومية مع محمد عبد الرحمن، واحد من المواهب الحاضرة وفي كرة القدم الموريتانية، اعتبر التغيير الموفق للمدرب سيد أحمد ولد القاسم مع مولاي الحسن، ومولاي الحسن سيدي تألق مع محمد عبد الرحمن في إدخان شباك التريكلور بإصابتين مقابل هدف. إذن الأمور قبل دور الثمانية غدا بإذن الله تعالى، لدينا تشيلي موجودة هناك، أتلتيكو مدريد حاضر،
ليفانتي، سانتوس البرازيلي والمنتخب المغربي موجودين، المكسيك بالتأكيد حاضرة بغض النظر عن الصراعات. ننتظر هنا الكرة وصلت خطيرة، الجول الأول، جول جول محمد صلاح الدين أبو بكر يتألق في مواجهة الليلة. محمد صلاح الدين أبو بكر ثاني بطولة على التوالي يتواجد من خلاله في كوتيف. هذا الحارس ينجح في التصدي للكرة، هنا الاستلام الجميل عبر الجهة اليمنى، محاولة توغل الكوري محمد فال، الكوري محمد فال اللي سجل الهدف الأول في شباك منتخب المملكة العربية السعودية قبل أن تتعادل السعودية وتضيع فيما بعد ركلة الجزاء. لا، النتيجة ما صارت 4-0، التعديل أتى، التعديل أتى، هي ما زالت 3-0. هذا الأمر يعطي البرشلوني الدافع أن ممكن المباراة القادمة يعوض في الإياب في النو كامب، بما أن حلم السدسي حاضر، حلم الصعود لدور الثمانية حاضر لدى الموريتانيين. الهدف الأول، جول، حطها، تقطع في اللحظة الأخيرة، تقطع في اللحظة الأخيرة، كاد أن يفتتح التسجيل المنتخب الموريتاني، كاد أن يفتتح التسجيل المنتخب الموريتاني. ومولاي الحسن سيدي حاضر في أرضية الملعب بالتأكيد صاحب الرقم 7. التشكيلة القادمة إلينا من فرنسيا فيها إشكاليات، وبالتالي عند التشكيلة القادمة من موريتانيا هي أصح من التشكيلة القادمة من فرنسا. فيها مولاي الحسن حاضر، وبالتالي سيد أحمد القاسم يفضل الاعتماد على مجموعة من الأسماء اللي كانت حاضرة المباراة الماضية. هنا الهجوم لفالنسيا، علي عبيد اليوم في التقدمات في قيادة الهجمات من الخط الخلفي، يمرر الكرة تقطع تذهب إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس لدينا محمد عبد الرحمن الموهبة القادمة. محمد عبد الرحمن، مولاي الحسن، والحسن تكدي، الكوري محمد فال، هذه مجموعة أسماء مهما كانت الإشكاليات الحاضرة إعلامياً المستوى. هنا بطاقة صفراء تظهر على علي عبيد، درس موجود، بالتالي المنتخب الموريتاني عليه الحذر، أيضاً ما زال هناك دور ثاني، وبالتالي لا يريد سيد أحمد ولد القاسم فقدان أي من لاعبيه. دور الإعلامي تحدث عنه دور مشجع غض النظر عن الصراعات الحق، تشجيع هذه الأسماء الشابة أهم من أي شيء آخر غض النظر عن الحضور التواجد في هذه البطولة. مجرد تواجد موريتانيا مشاركتها في البطولة هذا أمر جيد لكرة القدم الموريتانية، الاحتكاك بالمدارس الكروية، تقديم مجموعة من الأسماء الشابة، فرصة الحصول على عقود احترافية لمجموعة من اللاعبين أو تعايش مع بعض الأندية الأوروبية الكبيرة، هؤلاء هم مكسب المستقبل. تالي التشجيع مطلوب، وهذا هو الهدف الوحيد الموجود للتعليق هذه الليلة. هذا هو مولاي الحسن لعب مع محمد عبد الرحمن في تككجة، كما تنطق تججكجة، الجيم قبل الكاف بالنسبة للفريق الذي يلعب له في المدينة التي يلعب لها محمد عبد الرحمن ومولاي الحسن. حضور على مستوى شباب المنتخب الموريتاني، تخلص من الضغط الموجود في بداية المباراة ومن ثم الضغط على حامل الكرة بالمقدمة في ظل وجود فودي تراوري ومحمد عبد الرحمن. هجوم لفالنسيا، الاختراقات خطيرة، التدخل، الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. بكارين داي كان حاضر في التغطية، والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. اللي يسأل عن بقاء النتائج المباريات على ما هي عليه، 0-0 موريتانيا أولا، المكسيك ثانيا، والمنتخب السعودي ثالثا، والمنتخب السعودي يتأهل إلى دور الثمانية بهذه النتيجة مع موريتانيا مع المكسيك. ويخرج فالنسيا من الدور الأول، ويعتقد تعتبر واحدة من مفاجآت البطولة للأداء الذي يقدمه فالنسيا دائما في مثل هذه البطولة. عدد الكرة، محاولة لعب الكعب، يكسب من خلالها علي عبيد، رمي التماس بعد أن عادت واصطدمت بإميكي فرنانديز. تلعب رمي التماس، كرة تعتبر اصطدمت بالكوري محمد فال.
فقط هو بيدي شمال خارج أرضية الملعب. ومولاي الحسن حاضر في مباراة العالي عبيد، أكثر لاعبي المنتخب مرتين لمسا للكرة دفاعيا وهجوميا. لعبة الكرة، حاول الدفاع المرتين يبقي حالة التركيز عالية على أقل التقدير حتى إنهاء الشوط الأول، وأنت تتقدم أو أن تظل موريتانيا متعادلة سلبيا أو تتقدم، ففي كل الحالات هذا الأمر يصب في صالح المنتخب الموريتاني من أجل أن يصل إلى الدور الثاني. رمي التماس لصالح فالنسيا، عادة للخلف في التمرير لنادي فالنسيا. شوف 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 هنا ضرب المدافعين بالتمريرات البينيه، لكن الكره الماضيه بالفعل فيها موقف تسلل. برافو اليوم نشوف علي عبيد يلعب على الجهه اليسرى، علي عبيد اليوم يلعب دور الظهير الايسر ويترك مهمه تامين الخط الخلفي لبكار انداي ويالي محمد دالع. تغييرات حتى في المراكز، وهذا امر قد يراه البعض غير جيد في مثل هذه المباريات، لكن الهدف الاكبر حتى ولو موريتانيا فازت باللقب، لو افترضنا ان المنتخب الموريتاني تفوق، وهذا امر نتمناه بالتاكيد لكل المنتخبات العربيه وفاز باللقب، المهم المستقبل، تجربه اللاعبين من اجل البطولات على القاره الافريقيه. بالتالي هذه البطولات التجربه فيها امر جيد، النتيجه فيها امر اخر. النتيجة فيها أمر آخر. نعم الشارع الكروي ينتظر من هؤلاء المواهب الانتصار، لكن الأمر المهم للمستقبل، وهذا أمر ذكرت في أكثر من مكان، كسب فريق المستقبل، أيضا التعايش مع الخبرات الكروية الحاضرة هنا على المستوى التنظيمي على المستوى التدريبي. أكيد موريتانيا من أقطار العربية التي بحاجة إلى زيادة عدد ممارسين لعبة كرة القدم، وبالتالي لاعبي كرة القدم والمواهب بحاجة لاستكشاف، الاستكشاف معناه بحاجة إلى مدربين، والمدربين والانفراد والجول، والجول الأول جول يا كبير يا الكوري محمد فال، يفتتح باب التسجيل لموريتانيا. عرفتك سكر ووجهك غض وقلبك أخضر ودربك أخضر يا الأخضر الموريتاني، هو من يفتتح باب التسجيل في الدقيقة 20. الأحاديث مع موريتانيا لا يشجون، لأن هناك رجال حاضرون من شنقيط ينتطعون صهوة جواد الإبداع، وبالتالي الكرة الماضية الانفراد الانطلاق بين ثلاثي خط الدفاع والتسديد، لا يجد معها جورجي سانزا زاباتا سوى أن يشاهدها وهي تعانق. يا سلام عليك يا سلام عليك، وبالتالي أول أهداف المباراة لفودي تراوري، لمسة ابن الأكاديمية حاضرة في شباك نادي فالنسيا. 1-0 1-0 للمنتخب الموريتاني. الانتظار لمزيد من الأهداف، منتخب موريتانيا عليه عدم الاستعجال، بالتالي هذه النتائج كلها تصب في صالح منتخب موريتانيا بعد 20 دقيقة، فيها 4 تسديدات لفالنسيا، فيها تسديدتين لموريتانيا، واحدة هي من عانقت الشباك لفودي تراوري. هذه القصيدة اللي تحدثنا عنها، عرفتك سكر ووجهك غض وقلبك أخضر، الشاعر الكبير محمد ولد الطالب، وصيف أمير الشعراء الشاعر الكبير الموريتاني. المهم الحديث عن المنتخب الموريتاني عادة ما يكون له شجون، وكنا نتحدث عن كيفية زيادة الممارسين في عالم كرة القدم، بحاجة أيضا إلى مدربين يجيدون استكشاف اللاعبين، تعليم اللاعب أساسيات كرة القدم، ولذلك نشاهد أو نسمع عن وجود لويس فورتس ومجموعة المدربين الحاضرين في الأكاديمية، كان حاضر قبل المباراة يوجه اللاعبين لمجموعة من النصائح، هو من أهل الدار، هو من أهل فالنسيا الموجودين في أكاديمية كرة القدم موريتانيا، بالتالي هم يعرفون فالنسيا، يعرفون نادي فالنسيا، يعرفون المواهب كيف تلعب كرة القدم، وبالتالي هم حاضرين لنقل خبراتهم للمنتخب الموريتاني. 1-0 لمنتخب موريتانيا بعد 20 دقيقة، النتيجة اللي يمني الناس من خلالها متابع كرة القدم الموريتاني بأن تنتهي عليها هذه المباراة، لأنها ستضمن الوصول الأكيد للمنتخب الموريتاني وعلى قمة المجموعة، على قمة المجموعة وبسبع نقاط، وأيضا تضمن وصول المنتخب السعودي الأخضر إلى الدور الثاني.
وبالتالي لدينا ثلاث منتخبات عربية بإذن الله تعالى يمتعون في الدور الثاني. المنتخب المرتد ناجح في ضرب المدافعين بذات الطريقة التي حاول من خلال لاعبي فالنسيا ضرب الدفاعات المرتانية، المرور، الوصول، التمرير داخل المنطقة. كانت ثنائيتك يا تراوري، كانت ثنائيتك يا تراوري. تراوري هنا مولاي الحسن حاضر في منطقة الجزاء. شوف 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 احتياط المنتخب الموريتاني على أعصابه، على أعصابه، الرغبة بالفرح. أحيانا حديث، خلنا من أمور كرة القدم، أنت تفرح لفرحة هؤلاء اللاعبين، أنت تفرح لفرحة هؤلاء اللاعبين أنهم بالتأكيد يبحثون عن مستقبل أفضل لهم على مستوى كرة القدم على الصعيد الشخصي ولبلدهم على الصعيد الجماعي. تالي الأمنيات أن يقدم الأداء اللي يسجل المزيد من الأهداف، أن يكون الحذر حاضرا. لماذا؟ لأن المكسيك تقدمت على موريتانيا 1-0 ومن ثم فازت موريتانيا 2-1. بالتالي كرة القدم ما تخلو من التقلبات. هدف يأتي، الجول يأتي في ثانية، الجول يأتي في ثانية، الهدف يأتي في ثاني. رمي التماس المنتخب الموريتاني. شوط مباراة أول يشهد تحولا في الأداء لصالح المنتخب المرابط. عاد بالفعل اللي يتابعون مباراة برشلونة وأتلتيكو بالباو أصبحت بالفعل 4-0. أدريوس سجل الهدف الثاني له والثالث له، هاتريك إدريس سجل ثلاثية من أربعة في شباكه الكبير الكتالوني. ولما نتكلم عن برشلونة وأتلتيكو بالباو غير عن فالنسيا وريال مدريد الثلاثة الذين لم يهبطوا إلى الدرجة الثانية. كرت أصفر، كرت أصفر على لاعب المنتخب الموريتاني، بطاقة صفراء أخرى هذه المرة من نصيب إسماعيل مارتينز. اللاعبين المنتخب الموريتاني، وهذه أهم معلومة ممكن يقولها سيد أحمد ولد القاسم بين شوطي هذه المباراة، إعطاء التعليمات للاعبين بالحذر. ألفارو غوميز هو من ينال البطاقة الصفراء للنادي فالنسيا الإسباني، ولدينا أيضا لاعب منتخب موريتانيا المصطفى دياو ينال البطاقة الصفراء الثانية على المنتخب الموريتاني. لأن مصطفى دياو عنده بطاقة صفراء، علي عبيد عنده بطاقة صفراء، وألفارو غوميز الآن على المنتخب الموريتاني يفكر بعقلية المتأهل أيضا للدور الثاني من ناحية البطاقات الصفراء. علي الحذر في مبارتين في الأيام القادمة، مبارتين غدا ومبارتين بعد غد، لا نعلم حظ المنتخب الموريتاني أين سيوقع من خلالهما، وبالتالي ممكن يلعب بكرة. وإذا لعب بكرة المنتخب الموريتاني راح يكون لعب ثلاث مباريات في ثلاث أيام، معنا أتوقع أن المنتخب الموريتاني ممكن يلعب بعد بكرة. في كل الحالات الأهم من المنتخب الموريتاني يلعب وهو مكتمل الصفوف. عاد الكرة الخلف، وممكن تكون أيضا فرصة في مثل هذه المباريات لتجربة اللعب منقوص العدد، لكن الأفضل في مثل هذه البطولات في نظام خروج المغلوب أن تلعب أمورك مكتملة. الهجوم، التمرير، الراية حاضرة، مباراة يقودها جوناثان غونزاليس غوميز حكم ساحة مباراة الليلة. هذه الإحصائية اللي جايتني حاليا لا تتعلق بالمنتخب، تتعلق بنادي برشلونة. أول مرة على الصعيد الأوروبي برشلونة عملاق كرة القدم الأوروبية والإسبانية تلقى أربع مباريات، أربع أهداف في مباراتين منذ 2001. تالي عاد الوضع البرشلونيين اليوم صعب، وضع محبي فالنسيا على مستوى الفئات السنيه حتى الان صعب، لكن وضع الموريتانيين حتى الان اخر جمال، اخر جمال، اخر حلاوه. شوف الاعاده، لاعبي المنتخب الموريتاني لديهم فرصه تسجيل المزيد من الاهداف في اليسار كاس الليله، لكن عليهم الحذر لأن المنتخب الموريتاني يقع في التسلل ثلاث مرات مقابل واحد على المنتخب على نادي فالنسيا. صاحب الألقاب الكبيرة، صاحب النجوم الكبار على مستوى كرة القدم. نعم يمكن محبيه في المنطقة العربية قليلون. هنا الحذر مولاي الحسن، بالتالي شفت من يقوم بتهدئة زميله وإبداعه وإبعاده من ناحية الإشكالات
والكوري محمد فال مولاي كوري محمد فال يبعد مولاي الحسن خطأ لصالح فالنسيا ميكي فرنانديز أمر عقد الموقف إذا يفوز فالنسيا 2-1 إذا تبقى موريتانيا أولا بفارق الأهداف ففالنسيا في المنتخب المكسيكي ويخرج المنتخب السعودي وبالتالي الآن موريتانيا آمالها ليست لوحدها موريتانيا ما تلعب الحالة اليوم موريتانيا تلعب ومعها آمال منتخب المملكة العربية السعودية للشباب الحاضر في هذه البطولة تمريرات هنا في الخط الخلفي المرور محاولة المرور من بين المدافعين من ماريانو كونيك عادة الخلف إلى الكابيتانو ألفارو غوميز هنا التسديد محمد أبو بكر محمد صلاح الدين أبو بكر السد المنيع في شباك المنتخب الموريتاني أتمنى له التوفيق بالتأكيد لأنه يتصدى لهذه الكرات والتسديدات المستمرة لنادي فالنسيا الهجوم الدخول منطقة الجزاء حكم المباراة يا مستر جوناثان يقول ما فيها شيء المستر جوناثان يقول ما فيها شيء تلعب الكرة طويلة في التغطية للدفاع الموريتاني أمام القادم من الخلف جوناثان مولينا لا تلعب بالنار يا صلاح الدين أبو بكر تونا نمدحك مولاي الحسن علي عبيد علي يعمل أوفرلاب يفضل التمرير إلى الجهة اليمنى بداية هجوم لمنتخب المرابطين طويلة يحاول اصطاد من خلال حارس بطريقة دير شتيغن في مباراة الليلة ضد أتلتيكو بلباو اصطيد في الهدف الأول لكن الأهم حاليا الاطمئنان على سلامة الكوري محمد فال لاعب المنتخب الموريتاني لاعب نادي جمعية الوئام يقع في اللقطة الماضية فيها اللاعب يعني نادي فالنسيا رفع قدمه إلى وسط الكوري محمد فال تالي سلامات لاعب منتخب موريتانيا سلامات للاعب المنتخب الموريتاني يدخل الجهاز الطبي المعاون لمنتخب موريتانيا لعلاج لاعب المنتخب الموريتاني نلعب في الخمس دقائق الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول سلامات للاعب منتخب موريتانيا المشارك هنا في بطولة كوتيف في نسختها 32 بطولة ذكرنا مرارا وتكرارا بأنها تقدم العديد من نجوم كرة القدم راؤول غونزاليس إيغر كازياس ماركوس كافو نجم الكرة البرازيلية أندريس بالوب حارس سيفيليا السابق غوتي النجم البرازيلي كاكا بوسكيتس فيكتور فالديز داني ألفيس والأخيرين ينالان ما ينالان في السان ماميس حاليا مارسيلينيو كوليتشيني مدافع نادي نيوكاسل بالنسبة للرجل الأرجنتيني تياغو موتا أوليفييرا راؤول برافو ديفيد نافارو بيدرو مارتي وآخرهم باربوزا البرازيلي لاعب فالنسيا الحالي كل هؤلاء مروا من هنا لعبوا في أرضية هذا الملعب بالتالي من يكون من أبناء المدرب سيد أحمد ولد القاسم من نشير إليه في المستقبل ونقول هذا مرة من هنا نقول مستقبلا الكوري محمد فال نجم النادي الفلاني على المستوى الأوروبي مرة من هنا محمد عبد الرحمن مرة من هنا الحسن تكدي قبل ذلك الحسن العيد واحد من النجوم الموريتانية التي مرت من هنا من اللاعبين الشبان هذا أمر نتمناه لكل اللاعبين العرب منتخبنا المنتخب السعودي أسود الأطلس نفتخر باللاعبين العرب حين يتألقون على الصعيد العالمي محمد صلاح الدين أبو بكر لا يا محمد صلاح الدين من جديد محمد صلاح الدين يتلاعب أسحب كلامي حتى ما نضيع مع محمد صلاح الدين أبو بكر يتلاعب في الكرة مرتين في منطقة لا هذه 18 محرمة على التلاعب
هنا الكرة طير، ابعد، شتت، وزع، لا تخلي الكرة في قدمك أكثر من ثواني. هنا الكرة، الكنترول الجميل للاعب نادي فالنسيا. محمد صلاح الدين أبو بكر، بدأ محمد صلاح الدين أبو بكر. سلامات سلامات يا محمد صلاح الدين أبو بكر، ما شاء الله عليك، قلنا من أول. عاد محمد صلاح الدين أبو بكر الآن شد عضلي ويقع على أرضية الملعب. وقوع لاعبي المنتخب الموريتاني بشكل كبير أيضا أمر في نوع من عدم الفير في كرة القدم. لاعبي المنتخب الموريتاني يعني محاولة التفاعل مع مباراة كرة القدم، التحامل، لأن لاعبي فرنسي يظهر لهم أن الوقوع المستمر لاعبي منتخب موريتاني بهدف إضاعة الوقت. نعم من حقك، ممكن فوت الضغط بشكل أو بآخر. سلامات المهم محمد صلاح الدين أبو بكر، حوار مع لاعبي فالنسيا بالنسبة للاعبي المنتخب الموريتاني. مع الجماهير يرددون هتافات مع وقوع لاعبي منتخب موريتانيا. في اللقطة اللي قبل ذلك كان فيها كنترول جميل، وزين الدين زيدان يقول كرة القدم تساوي كنترول، هي بالفعل تساوي كنترول، وهذه أهم الأشياء اللي ممكن تكتشفها في اللاعب النشئ في أساسيات كرة القدم، خاصة أن العديد من اللاعبين والعديد من المنتخبات، وهذا الأمر موجود في الوطن العربي. هذه الكرة اللي كانت لعب فيها محمد صلاح الدين أبو بكر، اللي تلاعب فيها أيضا بقلوب المتابعين. الاتحادات العربية في بعض الأحيان يغلب علينا كعرب التركيز على النتائج. فزنا في البطولة الفلانية، حصلنا على مركز ثاني، أخذنا لقب، لكن بالنسبة للاعبين في مثل هذا السن محمد صلاح الدين أبو بكر حاذر حاذر. فيها أظن بطاقة صفراء نالها محمد صلاح الدين أبو بكر بالفعل. أنا في وجهة نظري يعني إذا كان سيد أحمد بن القاسم سيوبخ لاعبيه على الوقوع المستمر في أرضية الملعب، فعليه أن يفعل ذلك قبل أن يفقد أحد لاعبيه بالبطاقة الحمراء في شوط المباراة الثاني. هذا من باب الحب للمنتخب الموريتاني، أكيد يلعب المباراة، تفقد لاعب، تفقد حارس، ما راح بس تأثر عليك في هذه المباراة والمباراة المقبلة. والمباراة المقبلة احنا مقبلين على دور ثمانية. كلام الاتحادات العربية نركز في بعض الأحيان على النتائج ونتناسى اللاعبين، أساسيات لاعب كرة القدم، تحكم بالكرة، مهارة الحركة بكرة وبدون كرة، الاستلام والتسليم، هذه أمور في لاعب في هذا السن يجب أن يكون متقن لها. التغذية، التفاعل دوما، وازدياد العامل اللياقي بالنسبة للاعب اللي يصل لحد معين لا يستطيع من زيادة القدرة على زيادة المعدل اللياقي، بالتالي هذه أمور هي أهم من الفوز بمثل هذه البطولات المجمعة. تفوز اليوم بالبطولة أوكي، لكن في المستقبل تخسر وما تقدر تكون منتخب المستقبل ما كان نكسب. وهؤلاء اللاعبين الأنظار لمتى؟ للكاف على المستوى الكبير، لبطولات الأندية، للاحتراف. خطأ لصالح نادي فالنسيا. فالنسيا يحاول، جوستافو فاسكو نيكولاس يقع على أرضية الميدان. أكيد الكابتن راد يعقوب خبرة كبيرة، حارس محمد طبعا لدينا وقت بدل ضايع مدة دقيقتين، أكيد نطلب منهم، وهذا ما راح تفوتهم بين شوطين المباراة، توجيه نصف مثل هذه الحالات لهؤلاء اللاعبين بحكم الخبرة الكبيرة. تلقي البطاقات الملونة والوقوع المستمر على أرضية الملعب، وأيضا العامل اللياقي، حديث ممكن يكون لشجون مع الزميل نايف العنزي، لكن الأمنيات حاليا مرور الدقيقتين من الوقت محتسب بدل الضائع، والمنتخب الموريتاني متقدم 1-0. الركله الحره يسدد، تصطدم من جوناثان بالحائط الدفاعي لمدافعي منتخب موريتانيا. عادت الكره، التمرير، يا سلام، بريسنج موجود، المنتخب الموريتاني مركز في الخط الدفاعي، وبالتالي منع لاعبي فالنسيا من الوصول. يا سلام على عبيد، الاستلام، بداية الهجوم المرتد، 5-3 بالنسبة للمنتخب الموريتاني، ممكن الهدف الثاني. على عبيد، هو الذي تقدم، على عبيد، الله، على عبيد يقوم بمجهود دفاعي وهجومي
دفعة واحدة ويقوم بقيادة الهجمة وكاد أن يسجل، لكنه يكسب من خلالها ركلة ركنية. الركلة الركنية المنتخب الموريتاني هذه خليها على عبيد، كانت لمولاي الحسن سيدي، لكن في نهاية المطاف الكرة كسب من خلالها المنتخب الموريتاني الركلة الركنية الثانية له في هذه المباراة من مجمل الركنيتين اللتان كانتا كلتيهما للمنتخب الموريتاني. على التنفيذ مراد محمد عبد الله. يا سلام على هدف ثاني قبل صافرة نهاية الشوط الأول. عاد بن جديد تلعب داخل المنطقة، علي عبيد بن جديد تذهب الكرة لخارج أرضية الملعب. علي عبيد الكابيتانو لمنتخب المرابطين حتى الآن يقدم مباراة هي الأفضل، وهو الأفضل في هذه المباراة التي يطلق السيد جوناثان غونزاليس غوميز صافرتها معلنا نهاية شوط المباراة الأول. بتقدم المنتخب الموريتاني بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 20 عن طريق فودي تراوري. نلقاكم بإذن الله على خير مطلع شوط المباراة الثاني لدى الزميل نايف العنزي العديد من الأحاديث عن مجريات شوط المباراة الأول، فتفضلوا بالبقاء معنا. نايف عزيزي إليك الكلمة. شكرا للدكتور محمد السعدي. إذا تفوق موريتاني ممتاز ومستحق في شوط المباراة الأول بهدف نظيف. نتذكر سويا كيف أتى هذا الهدف الوحيد في شوط المباراة الأول، كان في الدقيقة 19 عن طريق فودي التراوري بهذا الشكل. كرة كانت حائرة في منتصف الملعب طويلة من هنا من المدافع تصل لفودي الذي انفرد بالحارس على يساره بهذا الشكل. 1-0 موريتانيا على حساب فالنسيا. يعني نادي فالنسيا كابتن حارس محمد كابتن رائد يعقوب بدأ المباراة بشكل ممتاز، كان حاضر بالفرص بالهجوم بالسيطرة، لكن الهدف أتى عكس المجريات في هذا الشوط. نعم، يعني أول 10 دقائق كانت سيطرة فالنسيا بسبب أنه الوضع الدفاعي على الجانب الأيمن اللي موجود مصطفى دياو كان هناك عبور عدة مرات، بعكس انه الجانب الايسر اللي هو اقوى جانب ايسر في البطوله علي عبيد ومحمد فال. فنتمنى انه يتلافون هذه السلبيه الجانب الايمن مصطفى دياو، يجب انه يكون هذه الكره بالعمود. ايضا مراد عبد الله وايضا مولاي حسن يجب انه يكونون قريبين من ويساعدون مصطفى دياو. ف كانت هناك خطورة من جانب الأيمن لفريق موريتانيا. أول 10 دقائق كان هناك ضغط، كان هناك رجوع لفريق موريتانيا للخلف، لكنه بعد 10 دقائق انطلق الفريق، عندهم الإمكانيات، عندهم السيطرة الميدانية، عندهم لاعبين سريع. اليوم يعني المدرب السيد أحمد بيدل التشكيل، احنا تكلمنا أنه يوسف غاية يجب أن يبدله، بالفعل بدل مراد عبد الله نزل الحسن مولاي، ايضا هناك محمد عبد الرحمن، انطوا طابع ونكهه للفريق. انا اتصور انه فقط انه في الشوط الثاني يجب انه يقوي الجانب الايمن حتى يكون اكثر تركيز في المباراه. دائما في الجهه اليسرى عن طريق اللاعب اسماعيل مارتينيز مولا كابتن رائد في التحضير، لكن الاضاءه تاتي من 7 كريستيان ريفييرو. نعم، شوف نقول لفالنسيا بدا بدايه جيده من ناحيه انه هو فرض شخصيه على موريتانيا، ورباك خط دفاعه او خط نقول الوسط بحكم انه توغل عن الطرف سواء بتمريرات او من ثم توغل، لكن يبقى اللي هو عدم التوفيق بالنسبه لفالنسيا من ثم الحارس في انقاذ لعبتين. هذا المؤشر نقول جيد بالنسبه لموريتانيا انه ما اهتز في هذا الجانب. شفنا لا من الدقيقه نقول 11 نقول 12 بدات السيطره الميدانيه بحكم انه في فرصه لكن نبقى في البدايه مع الافضليه لفالنسيا. نعم، شوف ثالث فرصه على التوالي. نعم، وتضيع بشكل سهل امام المرمى كابتن رائد بنفس الدخول بنفس الطرف اللي هو على الطرف اليسار. صح، يعني في هناك في دائما كريستيان ريفييرو. نعم، لا يوفق. نعم، في التسجيل. وهذا انا اقول المؤشر هذا بدا في اللقطه الاولى اللي هي في الدقيقه الاولى و30 ثانيه، لو تلاحظ ان المدافع تمركز خاطئ من ثم حب يعالج هذا الامر بالنزول. احنا قلنا المدافع اخر حل عنده هو النزول، لابد انه يكون واقف عشان ياخذ المساحه والجري وما تكون الحاله مكشوفه في هذا الجزء. في اول مؤشر وان فيه خلل في هذه المنطقه عزز هذا الامر هو الحالات اللي تكررت الثلاثه واللي كانت خطره فيها على الشكل الدفاعي.
نأتي الآن للحضور الموريتاني، أتى بعد يعني 15 دقيقة أو أقل حتى في الجانب الهجومي كابتن حارس. يعني التميز الواضح، القوة والسرعة الفريق الموريتاني ونقل الكرات الجميلة كان مباغت يعني في عدة حالات، وضربوا المدافعين فريق فالنسيا. فيحسب لأنه الفريق محمد عبد الرحمن، مراد عبد الله، محمد فال، فودي تراوري في عدة لمحات كانوا هم الأسرع. اليوم اللي ميز الفريق أنه لمسة والثانية وسرعة الانطلاق للأمام، فريق شتت الدفاع فالنسيا، فيحسب للفريق. وأيضا علي عبيد قدم مستوى مميز بصراحة على الجانب الدفاعي وعلى الجانب الهجومي مع محمد فال. نتمنى أنه هذا الجانب الأيسر أنه يعزز، يعني مثل ما هو معزز في الجانب الأيسر هناك ثغرات في الجانب الأيمن، لأنه مصطفى دياو ومراد عبد الله مولاي حسن يجب انه يساعدون هذه المنطقه. شوف في الفرصه هذه كانت ممتازه للتسجيل، لكن اهدرت باكثر من مره واثنين، ولكن نعم. ما كان في توفيق او حظ في هذه الكره بالراس ومن ثم المتابعه. نعم هذا صح. يعني خرجت من مولاي حسن، كان ممكن صح. انه يسجلها. يعني احنا في البدايه فالنسيا صارت لهم فرص، كان هناك بعض الثغرات، لكنه أربع خمس هجمات خطرة لموريتانيا. أفرحنا اليوم سرعة الأداء موريتانيا، فتح الجوانب اللاعبين، فودي تراوري دخل إلى العمق، اللاعب اليوم كان يوسف غاي كان مؤثر تأثير كبير. فنتمنى أن الشوط الثاني أنه فقط أنه يقللون من الحالات الخطرة صح. لأنه تضيع اللعب الحكم بعد ما يثق يعني بالحارس محمد صلاح الدين اللي راوغ مرتين وكانت خطورة، وأيضا بعدين وقع نفسه أنه أراد أنه يعني الوقت يلغي الوقت. فالحكم أكيد يعني، وثاني شيء راسن يقوم بتسديد الكرة وأنه عنده شد، فأكيد ما راح الحكم يثق بالحارس. فنتمنى أنه حذاري من الطرد صح. لأنه أي طرد راح يقلب لك صح. جو المباراة مع فريق مثل فالنسيا. الأول كان في كرتين صفر بشكل نعم. مبكر يعني أتوا الكرة الصفراء، لكن خلنا نأخذ الهدف الموريتاني ونشوف نعم. كيف الحضور الممتاز لفودي تراوري بالسرعة والاحتضان لهذه الكرة، ووضعها بشكل ممتاز على يسار حارس نعم. فالنسيا البورس. نعم نقول هذا المؤشر اللي هو الكرة، سقاط الكرة خلف المدافعين بدأ عندنا في الدقيقة 3، كان في كرة لكن صار فيها تسلل. هذه أول ملامح أن في خط دفاع ممكن يعني سقط كرة فوق، وجاءت في الدقيقة 12 الكرة من على الطرف اليسار، من ثم أتى الهدف. يعني ثلاث حالات من خلف المدافعين الكرة تسقط، فانكشف فالنسيا في هذا المنطقة. من ثم سرعة وسيطرة اللاعب تراوري على الكرة، رغم ضغط عليه من الاثنين، لأنه خذ الرؤية وين بيسدد، بحكم أنه حب بس مجرد أنه يسيطر على الكرة تنزل في النقطة اللي هو يبي يسدد فيها، واختار الزاوية السليمة. يعني فأعتقد أنه مجهود للاعب يحسب له في قراءته للعب الكرة الطايشة هذه من خلف المدافعين، وسرعته الانطلاقة للجهة الأصعب للمدافعين. يعني كثير من الحالات ينطلق اللاعب في جهة معاكسة للحارس، لكن هو بعد الكرة. لكن هنا المدافع هل قصد فيها التمرير أم التشتيت؟ شوف يعني. شلون بعد عن المدافع الكرة بالتهيئة بالصدر، بعد الكرة عن المدافع عشان في حالة إثارة داخل ركلة جزاء وطرد على المدافع صح. فكان ذكي فيها بشكل جدا ممتاز، والتنفيذ كان أيضا صح. بشكل جدا ممتاز. نايف الشيء الجميل أنه ثلاث لاعبين انطلقوا بمحمد فال وتراوري والحسن مولاي، ثلاثتهم انطلقوا في انعكاس الكرة اللي انعكست وضربوا المدافعين. هذا دليل أنه عندهم الإمكانية أعلى حتى من مدافعي فالنسيا. هؤلاء اللاعبين لاعبين موريتانيا عندهم السرعة والقوة الانفجارية صح. فأكيد هذا يخلق لهم ثقة، وكان ممكن أن يعززوا بهدف، نتمنى أن يعززوا بهدف ثاني حتى يكون هناك يعني تفاؤل أيضا لوجود منتخب المغرب ومنتخب السعودية أنه أيضا يصعدون للدور الثاني. الشوط الثاني كابتن رايد، يعني كيف تحافظ موريتانيا على هدفها في الشوط الأول؟ الابتعاد عن المبالغة في التصرفات. نقول إحنا جات في الدقيقة 28 تصرف بالنسبة للحارس
كاد ممكن يكلفه، هذا كان مؤشر ان بطء في الكوره في المناطق الخطره لابد انه في استعجال. نعم هم خذوا الكوره وبنوا فيها يعني خرجوا الكوره بشكل سليم، لكن هي حذار اللي جات في الدقيقه 31 نفس الطريقه مراوغه الحارس، يعني هذه الحاله لابد انه نبعدها من الشكل الدفاعي. مهم بالنسبه انك تعطي مؤشر للمهاجم اني انا صاحي اني انا سريع البديهه ابعد الكره باسرع وقت من منطقه الخطر، لكن لو تاخر فهذا يعطي حافز للمهاجم اني انا بضغط عليه بيخطئ وبيكون عنده الحافز لنهايه المباراه، في اي لحظه انا بيخطئ المدافع بلعب عليه. لابد انه يكون تنظيف المنطقه بشكل سليم، نعم اوكي مرر بشكل طيب لكن مش في مناطق الخطره. فاعتقد ان هذا فقط اللي يحتاجه المنتخب الموريتاني انه هو بس يهدى بشكل يساب ولا ينجرف في الحالات السرعات، لان اللياقه مهمه في هذه المباراه انه يحافظ على اللياقه البدنيه كما حافظ على لياقتك، عباره انت حافظت على هدوءك وتركيزك، هذا اللي ينقص المنتخب. لكن فالنسيا سياتي بشكل افضل يمكن مما شاهدناه في الشوط الاول، لانه يملك الحلول الهجوميه عن طريق جوناثان مولينا وايضا يعني لويس ميردوندو كابتن حارس. عندهم لاعبين بعد بدائل ممكن ينزج بيهم، لكنه احنا نتمنى انه موريتانيا يعززون بهدف ثاني حتى يريحون حتى الثقه تبقى بداخل الفريق. على هذا الوضع انه الاخطاء محمد صلاح الدين الحارس يجب انه يبتعد عن المراوغه الغير مجديه، مرتين كررها ده يقوم بتمثيل السقوط اكيد، يعني اي كره في داخل المنطقه الجزاء اعثارها لربما ينطرد الحارس، فحذاري من هذه الاشياء اللي ممكن السلبيه تاثر على الفريق. يجب على الفريق انه يسجلون هدف ثاني حتى يرتاح الفريق وعدهم الامكانيات، عندهم الامكانيات ايضا، يعني الدخول العنيف هذا مش من صالحهم، يعني الفاولات القريبه هذا ايضا مش من صالحهم، الكروت الزايده يعني مجانيه قد تكلفك في المباراه هذه او اذا في حاله تاهلت بننقص عنك اللاعبين. فنقول يعني منتخب موريتانيا لابد انه ياخذ الخبره بشكل كبير، هو حين امال الكره العربيه نقول في يد المنتخب الموريتاني بحكم ان السعوديه والمغرب على هذه النتيجه يتاهلون ان شاء الله. اشكركم كباتن، اعود بالكلمه للدكتور محمد السعدي للشوط الثاني. موريتانيا متقدمة بهدف نظيف على فالنسيا، دكتور محمد تفضل. شكر لك عزيزي نايف وللزملاء المحللين الأكارم الكابتن حارس محمد والكابتن راد يعقوب، بالفعل استمتعنا معكم ما بين شوطي هذا اللقاء بالحديث عن مجريات شوط المباراة الأول في آخر مباراة في الدور الأول لبطولة كأس كوتيف هنا التي تقام في سيوداد ديبورتيفا دي الكوديا الشهير بإليس آريس على مستوى مدينة الكوديا التي تقع إلى الشمال من مدينة فالنسيا الإسبانية. السيدات والسادة المتابعين في كل مكان أسعد الله صباحكم، شوط ثاني جديد وبإذن الله صباح سعيد لمحبي المنتخب الموريتاني والمنتخب السعودي للشباب المشاركين في هذه البطولة من أجل أن تتم عملية الانتصار الموريتانية التي نتمناها والتي انتهى الشوط الأول بالتقدم بهدف فودي تراوري في الدقيقة 20 من زمن شوط المباراة الأول على حساب نادي فالنسيا الإسباني، واحد من كبار كرة القدم الإسبانية نادي فالنسيا الإليس ترانجز والفالنسنيستس كما يسمون عشاق فالنسيا، والترانوجز هذه تعني البرتقالي لأن في جزء من أعلامه وفي شعاره علم كاتالونيا وحتى في قميصه الاحتياطي الجديد اللون البرتقالي حاضر بقوة مع اللون الأصفر في رداء نادي فالنسيا. بالنسبة للخفافيش من هذا الشوط الذي يسعى من خلاله إلى التعويض وتحقيق الانتصار، الآن الحسابات كل الأمور تصف في صالح المنتخب الموريتاني والسعودي في الوصول إلى الدور الثاني من هذه البطولة، ونادي فالنسيا مطالب بأن يسجل هدفين ليفوز 2-1 وبالتالي يخرج المنتخب السعودي في حال إذا ما تحققت هذه النتيجة لا قدر الله، لأننا نتمنى بالتأكيد أن يتم المنتخب السعودي مع المغربي والمنتخب الموريتاني المتصدر لهذه المجموعة في الدور الثاني. بداية الشوط الثاني اللي بالتأكيد راح يشهد كما هي عادة بطولة كوتيف عديد التغييرات، يلم الكرة في اللقطة الماضية ماريانو كونياك على ذات التشكيلة ميغل أنجلو، أنجلو يتم في الشوط الثاني في المرمى جورجي شانزا زاباتا
يتقدم الآن أدريان كريسبو، ولدينا خوان كارلوس، كريستيان ريفيرو، ماريانو كونياك، جوناثان مولينا، زيمو ريفي بوريال، ألفارو غوميز، ميكي فرنانديز، غوستافو فاسكو، واسماعيل مارتينز. هي تشكيلة نادي فالنسيا. المرابطين صلاح الدين بوبكر في المرمى، الدفاع بكارين داي، المصطفى دياو، علي عبيد، سيرا دياو اليوم علي عبيد في مكان مناسب يلعب على الجهة اليسرى ويقدم مباراة جميلة جدا، وأيالي محمد دالة، محمد عبد الرحمن، مولاي حسين، الكوري محمد فال، ومراد محمد عبد الله، والجولازو فودي تراوري. ركلة حرة لفالنسيا، صلاح الدين أبو بكر يرد الكرة، وهنا تسدد إلى خارجي الليس أركس من الرقم 7 جوناثان مولينا. جوناثان مولينا مواليد مايو 97، في تشكيلة نادي فالنسيا. أكبر اللاعبين هو صاحب القميص رقم 4 جوان كارلوس لوزارو، مواليد إبريل 96، هو أكبر اللاعبين الموجودين في مجموعة من الأسماء حاضرة. مواليد 99 أصغرهم أليكس إستيسيو غونزاليس الرقم 17 الموجود في دكة البدلاء منتخب موريتانيا. المصطفى دياو من أكبر اللاعبين مواليد 96. الهجوم الثاني حطه في المرمى، جول. أوه، بالمضايقة الدفاعية الكرة تسكر أحضان جورجي شانزا، كاد أن يسجل من جديد فودي تراوري، أو الكرة في اللقطة الماضية للكوري محمد فال. الكوري محمد فال سجل في شباك المنتخب السعودي في المباراة التي انتهت 1-1 بين المنتخبين الشقيقين. كنا نتحدث عن الأعمار حسب المعطيات الموجودة أمامنا في التشكيلات والأعوام الميلادية. منتخب موريتانيا لاعبين من أعمار 96 حتى 99 على مستوى الأسماء الحاضرة، بابكر ديوب وعبد الرحمن دين من أصغر لاعبين مواليد 99 في دكة البدلاء، أيضا فودي تراوري أكتوبر 99، أيضا لدينا الحسن تكدي هو أصغر اللاعبين ديسمبر 99. هذا طبعا احنا نتكلم عن أسماء وأرقام قادمة إلينا من إدارة بطولة كوتيف، عشان ما حد يقول لي الأعمار ولا في لاعبين أكبر، كما الحديث هذه الأيام في 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 موريتانيا، ناس تقول الأعمار أصغر، ناس تقول الأعمار أكبر. كنا بغض النظر هناك بالتأكيد إدارة لهذه البطولة، ولا نشكك بالحديث من الناحية العمرية أو هذه الأمور، بالتأكيد أتمنى التوفيق للمنتخبات الموريتانية. ومثل ما كان الحديث أمس بالاستديو التحليلي، الحديث الفرق الأكبر أو الفرق الأصغر في النهاية أنت تنفع نفسك إلى المستوى البعيد على مستوى الموضوع بالنسبة للموضوع العمري. هنا بالتأكيد نحن كأسرة قنوات الكاس استديو التحليلي حاضرين ولدينا التمنيات القلبية لكرة القدم العربية بشكل عام، التوفيق والنجاح. الصيحة حاضرة والمحللين ما يقصروا، الكابتن رادي عقوب والكابتن القدير حارس محمد، خبرة كبيرة بالنسبة للكابتن حارس على المستوى الشبابي في المواسم الجميلة بلعبه مع المنتخب العراقي في كؤوس العالم للشباب. رادي عقوب نعرفه رابع العالم للناشئين 91 رفقة العنابي في الأيام الجميلة للكرة القطرية فترة التسعينات، كان فيها رابع العالم العنابي الناشئين و92 دور الثمانية أولمبياد برشلونة بالنسبة لمنتخبنا في تلك الأيام الجميلة. بالتالي صيحة حاضرة، نيات القلبية للتقدم. الحديث كان في الأيام الماضية الموضوع العمري على مستوى التواصل الاجتماعي، وأنا لست أنا مدقق سني في هذه المواضيع. هنا بالتأكيد الهم بالنسبة لنا أن نشاهد المنتخبات العربية تتقدم أكثر الأمام. الهجوم، موقف تسلل ثالث من جديد، موقف تسلل ثالث من جديد على المنتخب الموريتاني في مباراة الليلة. تلعب الكرة وسط الملعب لصالح المنتخب الموريتاني في التمرير عبر الجهة اليسرى، الضغط موجود لصالح لاعبي موريتانيا من اجل اضافه هدف ثاني وضمان الانتصار وضمان الاحتفاظ بصداره المجموعه. حتى ولو في بعض الاحيان الحوارات الاعلاميه، حتى لو كان هناك الاشكالات الحاضره، اشكالات تظل داخليه
بين أبناء البيت الواحد والأسرة الواحدة. والنصيحة يجب أن تكون حاضرة، هذا هو دور الإعلام بشكل عام، إعطاء النصيحة، توجيه النصيحة، وعلى الآخر التقبل إذا ما كانت هذه النصيحة. الأهم راية الوطن دائما أن تكون خفاقة، وراية الأخضر خفاقة، حط الثاني، لكن التصدي للمتألق في الشوط الثاني جورجي شانز زباتا. جورجي شانز زباتا، وإحنا على مستوى نقل المباريات على شاشة الكأس أكيد يهمنا كثيرا سعادة المواطن العربي، من يتابع المباريات عن طريق الدربيات العربية وعن طريق نقل مثل هذه الفعاليات. شركاء بالنسبة لنا جمهورنا هم شركاء النجاح. هنا أضعت الكرة فرصة تسجيل هدف الانتصار للمنتخب الموريتاني، ما تعامل معها، ما تعامل معها، لكن شوف التحرك السليم، التمرير الجميل لمراد محمد عبد الله، احفظوا هذا الاسم، مراد محمد عبد الله احفظوا هذا الاسم، قادم بشكل جميل لكرة القدم الموريتانية. الحسن تكدي، فودي تراوري، 6 تسديدات لموريتانيا، 7 تسديدات لفالنسيا. تتفكر انك لو كنت يوم من الايام مكان هذا اللاعب اكيد تتمنى التشجيع، التشجيع، اتمنى ان الكل يشجعك، وهذا واجب الاعلام بشكل عام، تشجيع هؤلاء اللاعبين، تشجيع هؤلاء الاسماء من اجل ان يوصل المهام. اعطاء النصيحه لمن يديرينهم بكيفيه التعامل مع مثل هذه المعطيات، شاهدهم في افضل الاماكن العالميه، وهم تصنيف الكره الموريتانيه في ظرف 4 سنوات من 205 الى 113 سوى قفزه جيده على مستوى كرة القدم. هذه أشياء واضحة، شاهدنا منتخب المحلي يقدم أداء جيد، هذا الفريق يفوز بكأس إيفو، والمنتخب الأول يقارع منتخب الكاميرون، يخسر بصعوبة في الدقائق الأخيرة 1-0. تالي في تطور، في نقلة نوعية، طالب التشجيع مطالبة بالنقد، النقد البناء، النقد البناء، توجيه النصيحة، وعلى الآخر بالتأكيد التقبل. الكرة في وسط الملعب، حديث له شجون دائما مع المحبين من بلاد شنقيط، بلاد المليون شحن، أعطوا من الفصاحة ألوان. كرة اللعب لصالح المنتخب الموريتاني، طويلة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. والقول اللي كنت أتكلمه يشبه كثيرا ما قاله الشيخ عايض القرني حين قال: قل للشناقطة الكرام تثبتوا، فمحبكم ما حاد يا أحبابي. الكرة في وسط الملعب لفالنسيا، بالتأكيد المنتخب الموريتاني على بعد دقائق معدودة من أجل أن يصل إلى صدارة الترتيب، وأن يبقى في صدارة الترتيب بالتأكيد، وأن يصل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في مناسبتين رفقة المنتخب السعودي والمنتخب المغربي. وهذه الأمور تسر المتابع العربي لهذه البطولة ويجعل الدور الثاني طعم أجمل، كان سيكتمل بالنسبة لنا بشكل أكيد إذا ما كان العنابي حاضر أيضا، كان ما زال جيل شاب لمنتخبنا الوطني. لا ننسى أن كوتيف 2014 خرج من العنابي من الدور الأول، ومن ثم توج بطلا لآسيا 2014 ووصل إلى المونديال في نيوزيلندا. تغييرات الآن للاعبي فالنسيا، ميغيل أنجلو أنجلو ليس لديه ما يخسر، سيدفع بالأوراق الهجومية من أجل التسجيل. جوناثان مولينا خارج أرضية الملعب، وخافير بالنسبة لي خافير لالاماس. وزيمو الرقم 12، وديفيد رويز الرقم 2 حاضر. ايضا يبدو ان ميكي فرنانديز خرج من ارضيه الملعب، بالفعل ميكي فرنانديز خارج ارضيه الملعب، والموجود حاليا ننتظر من هو البديل لميكي فرنانديز، لكن لدينا بالتاكيد ديفيد رويز، خافير لالاماس، ميكي فرنانديز خرج، 3 تغييرات دفعه واحده. هنا لدينا رقم 21 الصغير في السن، واضح بالنسبة لكريستيان ريفيرو، استلام جميل في وسط الملعب غوستافو فاسكو. هذه الفرق مثل هذه البطولة وهذه الدعوة للمنتخبات العربية الحاضرة استفادة من هذه المدارس التدريبية، كيف تبني أكاديمياتها،
كيف تبني كرتك، كيف تستقطب المواهب، كيف تؤسس لكرة القدم. هذه أهم نقطة أنا دائما سأظل أركز عليها في عالم المستديرة. تأسيس اللاعب ما هو بالأمر السهل، اكتشاف اللاعب في البداية هو الأمر المهم. تستكشف اللاعبين نظرة ثاقبة، تجد اللاعب، يبان اللاعب من البدايات، ثم تطور مستوى هذا اللاعب. العامل اللياقي، التحكم بالكرة، الاستلام والتسليم لاحقا، الحركة بكرة وبدون كرة. هذه ثقافات تتتابع تظهر عند الكبر، وذاك يظهر اللاعب العربي في سن كبيرة، وخاصة حين تجد المدربين الأجانب يأتون إلى ملاعبنا العربية. ليش 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 لاعب المنتخب الموريتاني ماذا استفدت؟ ماذا استفدت؟ حصلت على بطاقة صفراء يا الكوري محمد فال. لا فائدة من الاعتراض، الاعتراض ما راح يغير شيء في كرة القدم، وبالتالي عليك دائما الانتباه، عليك دائما الانتباه. في مباراة الليلة المنتخب الموريتاني حصل على بطاقات صفراء في وجه نظري تسمى بالبطاقات الصفراء المجانية. المجانية. رمي تماس لمنتخب موريتانيا أو لنادي فالنسيا الإسباني. حضور بالتأكيد لويس فوريتيس مع مدرب المنتخب الأول اللي كان حاضر في الأيام الماضية مع المدرب سيد أحمد ولد القاسم. هذه أمور بالتأكيد تأثر على اللاعبين بشكل إيجابي. هنا الكرة، الوصول، الخطورة، الهدف الأول ممكن، التعادل، جول. يا سلام، كرات تصل بسهولة في اللقطة الماضية إلى أحضان مصطفى أبو بكر. أليكس إستيسو غونزاليس البديل اللي نزل مكان ميكي فرنانديز هو من يسدد. ثلاث اللاعبين الذين كنا نبحث عنه، من كان بدل ميكي فرنانديز هو الذي سدد في اللقطة الماضية، أليكس إستيسو غونزاليس، ديفيد رويس، وخافير الألمس محمد أبو بكر، محمد صلاح الدين أبو بكر يبعد الكرة. قطعت الكرة خطيرة، التقدم، وقع في نهاية المطاف الكوري محمد فال، وقع في نهاية المطاف الكوري محمد فال، كأنه يقول لنفسه لماذا وقعت في هكذا في هذا التوقيت بالذات؟ ما بيدك هذه الأمور، فرصة الاستفادة من هذه المواقف الإيجابية. أيضا المواقع الموريتانية تحرص على تسجيل المباريات، اللاعب لديه أرشيف لمبارياته الجميلة في الصغر، هذا الأمر أيضا جيد للناحية التشجيعية. كرة خطيرة صالح فالنسيا داخل منطقة الجزاء، عكسية تبعد في نهاية المطاف على عبيد. مرة أخرى للاعبين نادي فالنسيا، طويل الأمام، فيها تغطية، وسط لمحمد صلاح الدين أبو بكر، حاول في اللقطة الماضية إسماعيل مارتنز استقطاع الكرة. نلعب في العشرين دقيقة الأخيرة، عدد الكرة لحضان الحارس الذي لم يهدد سوى في كرة واحدة في الشوط الثاني، جورجي شانزا أزاباتا، الرقم 19 في مباراة الليلة. طويلة عبر الجهة اليمنى، عاد من جديد التمرير لكن التغطية حاضرة للمصطفى دياو. فالنسيا أكثر سيطرة على الكرة في مباراة اليوم، حالة المرور، التغطية من مصطفى دياو، في خطأ على مصطفى دياو، في اعتراض للاعبي فالنسيا إسماعيل مارتنز بالمرفق للاعب المنتخب الموريتاني. هذا ما حذرنا منه. المصطفى دياو عنده بطاقة صفراء، المصطفى دياو عنده بطاقة صفراء، وبالتالي إذا ما اصفرت احمرت. ما حذرنا منه في شوط المباراة الأول حصل، وما كنا لا نتمناه حصل في شوط المباراة الثاني مطلع الدقيقة الخمسين. موريتانيا ستكمل الثلث ساعة الأخيرة بعشرة لاعبين، موريتانيا ستكمل الثلث ساعة الأخيرة بعشرة لاعبين. المصطفى دياو، شوف الحوار الموريتاني الإسباني الموجود في دكة البدلاء،
كيفية التعامل مع المباراة في الدقائق الأخيرة. بالتأكيد سيخرج المدرب الموريتاني لاعب من مقدمة الصفوف، ممكن يكون الكوري محمد فال لأن أيضا هو لديه بطاقة صفراء، بالتالي هو أفضل الخيارات للخروج. تلعب الكرة الحرة داخل منطقة تبعد من دفاع المنتخب الموريتاني اللي يتعامل مع الكرات العالية بشكل جيد لأطوال لاعبيه. تبعد الكرة إلى رمي التماس، إدخال لاعب دفاعي ممكن وإخراج الكوري محمد فال في وجهة نظري هو الخيار المستقبلي لسيد أحمد ولد القاسم، شخصية المعروفة في كرة القدم الموريتانية. كرة اللعب عكسية داخل منطقة الجزاء خطيرة، اللاعبات جول أول ممكن يا سلام عليك، يا سلام عليك محمد صلاح الدين أبو بكر، محمد صلاح الدين أبو بكر يتألق لكرة أليكس أستيسو جونزاليس. حاول في الأولى محمد أبو بكر موجود، حاول في الثانية محمد أبو بكر حاضر، وبالتالي حوار أليكس أستيسو على لاعبي المنتخب الموريتاني الحذر جدا. لاعبي المنتخب الموريتاني ومنذ مباراة المكسيك ملاحظ اللعب بنشوة عالية، وبالتالي أليكس أستيسو في كرتين متتاليتين يجد نفسه وحيدا خالي من الرقابة، خالي من الرقابة الموريتاني على لاعبي المنتخب الموريتاني. ابقاء التركيز، حال تركيز واضحه، المباراه ما انتهت. هنا تصدي الحارس المطالب بركله جزاء، حكم مباراه يقول ما في اي شيء. عاد من جديد لاعبي فالنسيا يبحثون عن هدف اول، بالتالي اصحاب الارض والجمهور المؤازره حاضره في الكوديا، المؤازره حاضره في الكوديا، كوتيف كاس كوتيف في الكوديا والكوديا في فالنسيا، فالنسيا في اسبانيا، وبالتالي الجمهور يتعاطف مع الفريق صاحب هذا والقادم من ملعب المستايا. خافير لالماس هو من حاول التسجيل، اعتراضات مستمرة على محمد صلاح الدين أبو بكر، صافرات الاستهجان تأتي من المدرجات. مباراة رغم الأداء جيد للمنتخب الموريتاني لكن كثرة البطاقات الصفراء وكثرة الوقوع للاعبين منتخب موريتانيا تشوه كثيرا من صورة الأداء الجميل، وهذا شيء يعني احنا نقوله لنا وعلينا، هذا أمر على لاعبي المنتخب الموريتاني. نعم في صدام كان مع صلاح الدين أبو بكر لكن أيضا وقع هو في الشوط الأول، وقع أكثر من لاعب في الشوط الأول، ممكن شاهد وقوع للاعبين في الشوط الثاني. عليهم الحذر لأن الوضع لا يحتمل، لاعبي منتخب موريتانيا الكثير من اللاعبين في جعبتهم بطاقة صفراء، وفي تغيير حاضر، سيد أحمد ولد القاسم يجري تغيير، وإسماعيل مارتنز يتلقى التعليمات خارج الملعب. تغيير لمنتخب موريتانيا ممكن، هل يأتي التغيير حاليا؟ رمي التماس اللعب، يعاد تنفيذ رمي التماس من جديد، حكم لم يصفر، تالي والآن يعلن الصافرة. تلعب صالح المنتخب الموريتاني بالرأس، وصلت إلى أحضان حارس المرمى. هنا محاولة الانطلاق، يستعد لنزول أرضية الملعب الثنائي في المنتخب الموريتاني عبد الله سي الرقم 20 و بيدي شماد الرقم 6. بيدي شماد من اللاعبين الخمسه اللي شاركوا مع منتخب موريتانيا للناشئين في كأس العرب هنا في الدوحه، وعبد الله السي لاعب نادي تفرغ زينه، وايضا شارك في البطوله الماضيه عبد الله السي. وايضا لدينا يوسف غي، يوسف غي مولاي الحسن يغادر، وبيدي شماد في أرضية الملعب، أيضا مراد محمد عبد الله يغادر، والبديل عبد الله السي. ويوسف غي سيشارك في أرضية الملعب بديلا من محمد عبد الرحمن. تغييرات جماعية لمدرب المنتخب الموريتاني سيد احمد ولد القاسم، ثلاث تغييرات. وسط الملعب
نقل اتجاه الكرة بهذه الطريقة. فيها خطأ. محمد عبد الرحمن بالفعل خرج، يوسف غي حاضر في أرضية الميدان بالنسبة للمهاجم الموريتاني لاعب نادي جمعية الوئام. تلعب الكرة أيضا، شارك في البطولة الماضية يوسف غي، عبد الله سيح شارك في البطولة الماضية في كوتيف. تقطع الكرة من إخوان كارلوس وزارو، مشاهد المنتخب الموريتاني في الشوط الثاني بشكل هجومي على المدرب بالنسبة لسيد أحمد ود القاسم عدم البحث عن الناحية الهجومية عن ناحية تأمين الخط الخلفي والاعتماد على الهجمات المرتده. تبعد الكره من بكار داي، تصبح ركنيه لفالنسيا في الدقيقه 58. تلعب الركنيه، تصطدم بعلي عبيد داخل المنطقه، محمد صلاح الدين بقبضه اليد يبعد الكره خطيره ما زالت لفالنسيا الى خارج ارضيه الملعب. الكره مرت بسلام على الشباك الموريتانيه وذهبت بعيده الى خارج ارضيه الملعب. خرجت وذهبت إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. عادت الكرة إلى منتخب موريتانيا، هنا وصلت الكرة إلى لاعبي نادي فالنسيا. وهنا محاولة التقدم عبر الجهة اليسرى، محاولة التمرير، الوصول إلى حدود منطقة الجزاء، تبعد من الدفاع طويلة الأمام. وهنا محاولة التقدم يوسف غي، تغطية الحاضرة من مدافعي نادي فالنسيا. كرة طويلة وسط الملعب، عادت لها لاعبي المنتخب الموريتاني. رتم الاداء في الشوط الثاني اصبح هادئ بين الفريقين بعد نجاح المنتخب الموريتاني في التقدم. تتبرر الكرة وسط الملعب، الفارو غوميز في تغييرات حاضرة للفريق الاسباني فالنسيا. عادت الخلف الى حارس المرمى محمد صلاح الدين، ابو بكر طويلة تبعد بالراس. تبادل هجمات بين لاعبي الفريقين، لكن الكرات لا تصل الى المستوى العالي من الخطورة. استلام موجود، استقبال حاضر، التمرير البينية يوسف غي، الانفراد، الجول الثاني، جول 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 بصد قيمة. الكوري محمد فال عنده مشكلة مع الوقوع في الثلث الأخير من الملعب. عاد الكرة من جديد، يوسف غي، المرور، التمرير، يا سلام على الون تو، الإنهاء. عملية إهدار فرص الدقيقة الماضية لمنتخب موريتانيا، عملية إهدار فرص. شوف الإعادة، شوف التمرير التي أتت في اللقطة الماضية ما تعامل معها بالشكل المطلوب. كرة فودي تراوري إلى يوسف غي ضاعت بشكل، كرات تضيع بشكل على لاعبي المنتخب الموريتاني، بداية من محمد فال ومن ثم من يوسف غي. فرصة حسم الأمور في مباراة الليلة لم تسنح لصالح منتخب موريتانيا. هنا الهجوم، المرور من الثاني، محاولة المرور من الثالث، وصل بهذه الطريقة خطيرة، أبعدت من الدفاع هذا من جديد خطيرة لصالح فالنسيا. أبناء المستايا يبحثون الهدف، عكسية، ما جت على راسه الخطورة، والكرة ما جت على راسه، وبالتالي الكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس، تغيير لفالنسيا، اسماعيل مارتنز راح يترك ارضيه الملعب.
وألبرتو جيلباريا. في أرضية الميدان أيضا شاهدنا ديدر ديلا كروز. ديدر ديلا كروز مكان أدريان كريسبو. خمس تغييرات لفالنسيا مقابل ثلاث تغييرات لموريتانيا. نلعب في التسع دقائق الأخيرة، تسع دقائق حسم أخيرة من أجل وصول موريتانيا إلى دور الثمانية رفقة المكسيك والمملكة العربية السعودية. موريتانيا على المستوى القاري المنتخب السعودي هو الممثل الوحيد للقارة الآسيوية الحاضر في دور الثمانية. موريتانيا والمغرب كممثلين للقارة الأفريقية. فالنسيا سيخرج بالتأكيد، أتلتيكو مدريد وليفانتي ممثلين لإسبانيا. في الدور الثاني المكسيك في الكونكاكاف، سانتوس وتشيلي، الكرة خطيرة، مرت بسلام، مرت بسلام إلى خارج أرضية الملعب بالنسبة للمنتخب الموريتاني. خطيرة كانت لنادي فالنسيا، خطيرة كانت لنادي فالنسيا. أليكس ستيسو غونزاليس، أليكس ستيسو غونزاليس أضاع فرصة التسجيل. من جديد أليكس ستيسو غونزاليس مع نزول أرضية الملعب أضاع ثلاثة فرص. في حوار والكوري محمد فال عنده بطاقة، يا الكوري محمد فال عنده بطاقة، عنده بطاقة، نعم 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 عنده بطاقة، نعم عنده بطاقة. هذه حذر، أنا توقعت سيد أحمد ولد القاسم وهو رجل بالتأكيد لديه الخبرة الكامنة أن الكوري محمد فال كان يطلع من أرضية الملعب مبكرا بدل من خروج مثل محمد عبد الرحمن أو مراد محمد عبد الله، لأنك الوحيد الذي في خط الهجوم لديه بطاقة صفراء. ماذا استفاد الآن الكوري محمد فال؟ حصل على بطاقة صفراء أولى مجانية والثانية بالاحتكاك، وبالتالي المنتخب الموريتاني يكمل المباراة بتسعة لاعبين وسيلعب الدور الثاني بدون الكوري محمد فال وبدون المصطفى دياو. وجهة نظري إذ كان المنتخب الموريتاني سيكسب التأهل لكنه سيخسر اثنين من أهم عناصره في الدور الأول، سيخسر اثنين من أهم عناصره، وهذا إذا ما وقع المنتخب الموريتاني مع منتخب قوي في الدور الثاني أو فريق من الفرق القوية في البطولة ممكن يواجه المنتخب نادي أتلتيكو مدريد، المنتخب نادي سانتوس البرازيلي أو ليفانتي في فرق قوية، وبالتالي بدون الكوري محمد فال بدون المصطفى دياو موريتانيا تلعب الدقائق الخمس الأخيرة بتسعة لاعبين. هذا المصطفى دياو وأخذ بطاقة صفراء ثانية وطرد، لكن الكوري محمد فال كان في فرصة لإخراجه من أرضية الملعب لأن من اللاعبين اللي كانوا يمتلكون بطاقة صفراء. علي عبيد أفضل على أقل تقدير من ناحية التحكم، لكن الكوري محمد فال تظهر كانت علامات ممكن يتلقى بطاقة حمراء في أي لحظة، بالتالي طلبنا بإخراج الكوري محمد فال لكن هذا ما حصل. تنشد على الحال، هذا هو الحال، فوز موريتاني ببطاقتين حمراوين. حتى الكابتن رائد يعقوب حذر الموضوع هذا ما بين شوطي هذا اللقاء، وحذرنا في الشوط الأول الكابتن رائد يعقوب حذر ما بين شوطي هذه المباراة مع الكابتن حارس محمد، لكن الأمور استمرت بهذه الطريقة ولا يسعنا سوى التعامل مع المباراة بمثل ما هي عليه. الكرة الآن عكسية لفالنسيا الذي يلعب أمام تسعة لاعبين من المنتخب الموريتاني، تبعد من الدفاع، فرصة المريح يمكن المنتخب الموريتاني هو وجود مجموعة مميزة من عناصر تعوض المصطفى دياو والكوري محمد فال. مراد عبد الله، لا مراد عبد الله طلع بدري، اخذ بطاقه صفراء متى ما اعلم، ممكن يكون اخذ بطاقه صفراء ممكن، لكن انا على مراد عبد الله خرج.
الكورة يا محمد فال، ممكن يعوضه في المباريات القادمة أسماء مثل يوسف غي حاضر في أرضية الملعب، بالتأكيد هو من سيعوض الكوري محمد فال في المباراة المقبلة. وعلى المستوى المصطفى دياو مجموعة من اللاعبين كثير، سيرا ديوب، بكار انجاي، عمر سيدي، بيدي شماد، كرة عادت الثاني المنتخب الموريتاني بهذه الطريقة وصلت حطها في موقف تسلل. فودي تراوري في موقف تسلل. المباراة القادمة نلاحظ المنتخب الموريتاني يلعب دائما بميلان نحو الاندفاع الهجومي، وفي الدور الثاني على المنتخب الموريتاني الحذر أكثر أمام خصوم ما يرحمون، أمام خصوم في هذه البطولة ما يرحمون اللي في دور الثمانية، وبالتالي الحذر يجب أن تكون سمة مميزة. مو اللعب بثلاثة ارتكاز مثل ما حدث أمام مباراة المنتخب السعودي، لا يكون 4-2 3-1 اعتماد مثلا على يوسف غي في مقدمة الملعب، لاعبي ارتكاز يجدان قطع الكرات، من ثم ممكن تشوف محمد عبد الرحمن، ممكن تشوف فودي تراوري ومراد محمد عبد الله خلف المهاجمين، حسن تكدي حاضر. الخيارات كثيرة أمام سيد أحمد ولد القاسم المدير الفني للمنتخب الموريتاني. كرة اللعب طويلة لمنتخب موريتانيا، أبعدت من دفاع فالنسيا، عادت من جديد لصالح المنتخب الموريتاني عبر الجهة اليمنى، المرور، الوصول، الخطورة، ممكن تشوف هدف ثاني، راوغ أكثر من لاعب، سدد واحد، اصطدمت، عادت من جديد، ممكن يسدد، ما زال يحتفظ بالكرة، يا سلام يا سلام المتعة الموريتانية، وسط الكرة في أحضان الحارس عبد الله سيف في اللقطة الماضية. مهارات اللاعب الموريتاني المتألق، شف 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 شف، يا سلام أكل، لا يا سلام أسب وسماني عبد الله سي، مهارات اللاعب الموريتاني كانت حاضرة في اللقطة الماضية. وصلنا للدقيقة الأخيرة، محمد صلاح الدين أبو بكر ما زال مصرا على اللعب بالنار، ما زال مصرا على اللعب بالنار. شوف محمد صلاح الدين يا محمد صلاح الدين ابو بكر، يا محمد صلاح الدين ابو بكر، درس في كرة القدم، اول الحذر، ثانيه عدم التعالي على كرة القدم مهما كانت الاوضاع مهما كانت الخبرة للمستقبل. تغيير لمنتخب موريتانيا، يترك أرضية الملعب الحسن تكدي، ينزل لأرضية الميدان، فودي تراوري يغادر أرضية الملعب، ويتواجد حاليا بابكر ديوب، بابكر ديوب في منتخب المرابطين، حاضر بابكر ديوب وحاضر الحسن تكدي، لاعب من اللاعبين الشبان القادمين من الأكاديمية، وبالتالي حاضر الآن في أرضية الملعب، واحد من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل مميز لكرة القدم الموريتانية، لاعب شاب رفقة محمد عبد الرحمن الذي ترك أرضية الملعب، رفقة مراد عبد الله من اللاعبين الصغار. تتأمل مستقبل مشاهدة أيضا منتخب موريتانيا في مثل هذه البطولات، مشاهدة مجموعة هذه الأسماء الحاضرة. كرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس، خلاص وصلنا للدقيقة الأخيرة، نستطيع حاليا أن نبارك للمنتخب الموريتاني وصوله إلى دور الثمانية من بطولة كأس كوتيف في نسختها 32/2015. موريتانيا حاضرة في دور الثمانية الآن، منتخب السعودية حاضر حتى اللحظة بإذن الله تعالى أيضا في دور الثمانية. مبروك للأخضر السعودي، اجتهد كثيرا بعد الخسارة أمام المكسيك في تعويض ذلك، التعادل مع موريتانيا والفوز بهدف على نادي فالنسيا، وبالتالي فالنسيا ومنتخبنا وغيري الاستوائية وجمعية شباب السنغال يودعون الدور الأول من هذه البطولة، والتنافس سيبدأ من الغد بإذن الله تعالى، مبارتين بتوقيت الدوحة، كرت أصفر جديد للمنتخب الموريتاني، مهرجان للبطاقات الملونة، بيدي شماد ينال البطاقة الصفراء،
جديدة في مباراة الليلة. مباراة في الغد بإذن الله تعالى من العاشرة، ومباراة أخرى في ذات هذا التوقيت. بالتالي لدينا مباراتين غدا وبعد غد، من مباراة دور الثمانية بعد ذلك دور الأربعة في النهائي. إذن أمامنا للوصول إلى المباراة النهائية سبع مباريات لنعرف من هو البطل القادم لبطولة كوتيف في نسختها الحالية. محمد صلاح الدين أبو بكر قدم مباراة جميلة مليئة بالأخطاء والأخطار على شباك فريقه. الحسن تكدي في الاستلام، حاسة المرور لتكدي في لمسة يد حكم المباراة يقول ما فيها شيء. عدل مدافعي المنتخب الموريتاني طويلة إلى يوسف غيم مع خروج حارس المرمى. عاتب الجديد مباشرة في المرمى الكرة. عبد الله سي قام بمهارات كثيرة في وسط الملعب لكن في هذه الكرة لم يوفق. تركيز ما كان حاضر للاعب المنتخب الموريتاني عبد الله السي لاعب نادي تفرغ زينة. تبعد من دفاع موريتاني في انتظار صفرة جوناثان غونزاليس غوميز حكم المباراة التي تعلن عن وصول موريتانيا والمملكة العربية السعودية رفقة المملكة المغربية إلى دور الثمانية في كوتيف 2015. حالة المرور للاعبي فالنسيا غوستافو فاسكو، تغطية البديل الناجح بيدي شماد بعد طرد المصطفى دياو. في مباراة ما زال من خلال الموريتانيون يتعلمون مع الانتصارات. في العديد من الاخطاء يجب الاستفادة منها بالتأكيد على مستوى اللاعبين على مستوى التغييرات على مستوى التكتيك. هذه أمور تترك للجهاز المتابع. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ستقابل المباراة القادمة. الخطأ في المباريات القادمة لا يغتفر. اليوم أخطأ فالنسيا أضاع العديد من الفرص، لكن في المباراة المقبلة وهذا يطلع على المنتخب المغربي والسعودي الأخطاء فيها لا تغتفر. خطأ واحد المباراة من 70 دقيقة تجد نفسك عائد على أول طائرة إلى مراكش إلى نواكشوط إلى الرياض. لا نريد العودة السريعة، لا نريد العودة السريعة إلا مع الميداليات والألقاب. وجوناثان غونزاليس غوميز يطلق صافرة النهاية ليعلن عن وصول منتخب موريتانيا إلى دور الثمانية من بطولة كأس كوتيف للشباب نسخة 2015. هذا الوصول رافقه وصول منتخبي المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية بوصفهم أفضل ثالث في المجموعتين الثانية والثالثة. مبروك للمرابطين، مبروك للمنتخب الموريتاني. هارلك لنادي فالنسيا، هذا سجله فودي تراوري في الدقيقة العشرين من زمن أحداث هذا اللقاء لدى النايف العنزي والكابتن حارس محمد والكابتن رادي يعقوب. العديد من الأحاديث عن مباراة موريتانية فيها الانتصار وفيها العديد من الأخطاء مع البطاقات الملونة. عزيزي نايف إليك الكلمة. شكرا لمحمد السعدي، بألف مبروك للمنتخب الموريتاني العربي فوزه على فالنسيا في هذه المباراة بهدف نظيف. لذلك المنتخب الموريتاني يتصدر هذه المجموعة بسبع نقاط، المكسيك تأتي ثانية بأربع نقاط والسعودية ثالثة بأربع نقاط. هنا الهدف الوحيد الذي سجل عن طريق فودي تراوري كان في الدقيقة التاسعة عشرة، انفراده بشكل تام في حارس المرمى وضعها على يساره بهذا الشكل. 1-0 موريتانيا، هدف غالي وصدارة المجموعة للمرابطين كما يلقبون. موريتانيا شاركت العام الماضي لم تقدم شيء يذكر، خرجت من دور المجموعات لكنها حسنت كثيرا في هذه النسخة تحديدا وتأهلت كأولى عن هذه المجموعة. ورحب من جديد بالكابتن حارس محمد، كابتن رادي يعقوب. يعني موريتانيا أسعدتنا بهذا الفوز وأكثر كان في صدارة المجموعة لأنهم فعلا استحقوا هذه الصدارة، فوزين وتعادل في هذه المجموعة. منتخب يستحق الاحترام كابتن حارس. مبروك وأثلج صدورنا لهذا الفوز، فوز تاريخي على فالنسيا.
النادي العريق اللي احرز 6 مرات هذه البطوله، لكن احنا يعني زعلنا انه خسرنا لاعبين مميزين واللي يلعبون على الجوانب. محمد فال اللي قلنا افضل جانب هو جانب الايسر في البطوله اللي هو علي عبيد ومحمد فال، الان خسرنا محمد فال في جانب الايسر وخسرنا مصطفى دياو على الجانب الايمن، فاكيد هذه راح تظهر ثغرات يعني يجب المدرب انه يعوض بها. الفريق لعب بمستوى عالي وكان ممكن ان يضيف العديد من الفرص، لكنه ايضا هناك بعض الثغرات اللي حثت نتيجه انه ضياع التركيز. نتمنى انه الفريق يكون مركز لان يعني الفريق عنده مميز. المدرب سيد احمد عليه انه يعني يركز مع الفريق، انه الفريق ممكن انه يضيع في اي لحظه، وهذه بعض الفرص انه محمد فال اليوم ايضا ضيع فرصتين محققتين مع الحارس، وايضا يوسف غي من نزل ضيع فرصه لا تعوض، وايضا هناك اكثر من فرصه ضاعت من الفريق. فممكن انه يجب انه يستغل هذه الفرص، لانه عبد الله السي ضيع واحده بدون حارس يعني خارج الحارس خارج المرمى وضيعها، ايضا تهيئت فرص لفالنسيا كان محمد صلاح الدين لها بالمرصاد. فنتمنى انه هذه الثغرات اللي حثت او بعض الاخطاء انه ما تحدث، لانه راح يقابل فرق قويه. صح، هذه كانت فرصه ممتازه لأليكس لاعب فالنسيا. هنا ايضا نفس الهجمه تقريبا تكرر من الجهه اليسرى، ودائما في الصناعه اسماعيل مارتينيز مولى، والخطأ يأتي بالطرد كما ذكر كابتن حارس المصطفى دياو والكوري فال. لكن فالنسيا حاول أن يعود كابتن رايد في الشوط الثاني تحديدا بعد تغيير بيريا ومارتينيز كروز وأيضا غونزاليس استيسا وأيضا سانشيز لالماس، كلها تغييرات هجومية، بحث المدرب عن العودة، لكن الدفاع الموريتاني كان منظم بشكل أفضل. احنا نقول هو خط ضعيف جدا يعني بحكم أن تسجيله هدف واحد فقط في 3 مباريات، يعني خلق الفرص او اهدار فرص خاصه في بدايه الشوط هذه، يعني إن لا يوجد يعني راس حربه ممكن يترجم السيطره مثلا ميدانيه او سيطره ما او استغلال الهفوات من المدافعين، لا يوجد راس حربه فعال. لكن نقول هو شان كل هجومه من طرف واحد، ممكن هذا اللي اوقع المدافع انه ياخذ كرت بحكم ان الضغط من اول دقيقه. نعم مصطفى دياو رغم من اول المباراه والضغط عالي في هذه المنطقه، يعني لابد ان يكون في تدخل من المدرب بحاله مسانده هذا اللاعب، لانه يكون احد المدافعين متفرغ لهذه المنطقه بشكل كبير، ولاعب الوسط هو اللي يغطي بالشكل الدفاعي، يعني لابد انه يكون في حذر في هذه المنطقة. احنا لا شفنا لين بعد ما انطرد هو التكرر موجود على الطرف اليسر، فأظهر ان الحلقة الأظهر دائما اللاعبين اللي يكون عليهم ضغط عالي ممكن يدخل في حالة نفسية، واحنا طبعا حذرنا من خصوص الكروت المجانية للاعبين، يعني لأي حالة بعدها حتى لو كانت التحم عادي دام انت عندك كرت راح تاخذ الكرت الثاني. ما نقول هنا في افراط في القوه ضرب، لا احنا نقول اهمال من اللاعبين هو اللي سبب لهم الكروت الحمر. لكن انا ارجع لشيء مهم اللي هو موريتاني هو الافضل، فليش تحول الى كانه هو كانه خاطف الهدف فقط؟ هو يبي يحافظ على الهدف، لذلك بس ضيع كثير من المساواة. واحد حتى حالات الطرد اثرت عليه في الشوط الثاني. نعم هو الافضل، طردين ولا في خلق فرص او تهديد حقيقي، يعني هو الافضل، لكن عقليه اللاعبين اعتقدوا ان هم كانهم خاطفين الهدف واحنا بنسكر ده. زائد ان الحارس احنا نتكلم، اذا كنا نتكلم عن جزء الثقه الزايده، لا نتكلم عن الحاله الثانيه المهمه. صلاح الدين قام بدور مرتاز في الشوط الثاني في قطع الكرات، لكن في الحاله الايجابيه ايش يسوي الحارس؟ الحارس من لمسه واحده تسديد لابعد نقطه، يعني لا يمرر حق اي واحد من الاطراف، لا يبني هجمه من الدفاع للوسط للهجوم بحكم انها تاخذ وقت وتعطي ثقه للاعبين. لا اللي حنشوفه كل ما يستلم الكوره كوره طويله من لمسه واحده يعطي الكوره لفالنسيا مره ثانيه تهجم عليه. هذا الخطا اللي لكن موريتانيا ايضا تبديلات المدرب ماري سعيد احمد كانت مثمره بادخال عبد الله غي في مركز راس الحربه وانزال يوسف غي نعم في مركز راس الحربه وانزال فودي تراوري على الجهه اليمنى، ولو ان الحيويه الهجوميه لفودي كانت افضل، لكن
حب فيها تغيير المراكز وانزال مهاجم صريح في منطقه الجزاء. نعم، يعني فودي تراوري تحول في البدايه للجانب الهجومي، بعدين الجانب الايمن، بعدين اخرج فودي تراوري وزج بعبد الله السي، وايضا بلاعب الارتكاز في وسط الميدان، يعني سوى هناك عده تحويرات. ايضا مولاي الحسن اخرج وزج بعبده لاعب لانه على الجانب الايمن، لانه خروج مصطفى دياو كانت ثغره موجوده، يجب انه يكون هناك لاعب اخر. هناك ايضا لسان ديوب الحسن تقدي لعب في وسط الميدان. هناك هذا طبعا حفز الفريق، يعني كان افضل، لكنه احنا يعني بعموم الحال الفريق في بعض الحالات يفقد التركيز. الفريق افضل، الفريق اسرع، عنده الامكانيات، عنده كان يمكن يزيد غله الهدف، وشفنا انه يوسف غيم نزل بوحده مع الحارس المرمى هناك هدفين محققين من محمد فال اضاعهم، ايضا عبد الله سي وحده اخرى اضاعها بدون حارس، فكان ممكن زياده ثلاثه اربعه اهداف. فاحنا بصراحه فرحنا انه فوز مستحق، ولاعبين على مستوى عالي، وايضا صعود المغرب وايضا السعوديه مع الفريق موريتانيا الى الدور الثاني. يعني فوز جميل لموريتانيا يصعد بها لصداره المجموعه كما ذكرت. دعونا ناخذ الان يعني ترتيب المجموعات بعد نهايه